لو الحكاية فيها إن فيجو. دكتور محمد إبراهيم رشيد، أستاذ جراحة متفقي كلية الطب جامعة عين شمس، دكتوراه جراحة العظام جامعة فيينا بالنمسا، ورئيس مركز إياتروس وأكاديمية إياتروس لأبحاث وجراحة العمود الفقري. اللي حصل أنه أنا سافرت النمسا سنة 89 لدراسة كسور وخلع الفقرات العنقية. ده التخصص هو الدقيق اللي أنا فيه. أنا أصلا عظام أورثوبيديك، ولكن أساتذتي يعني توسموا أن هنقدر ننقل لمصر جراحات الفقرات العنقية اللي هي كان محدش بيشتغلها تقريبا في مصر إلا قلة نادرة، يمكن 2 أو 3 أطباء، وكانوا يعني في حالة رعب من الفقرات العنقية لخطورتها وربما من الحبل الشوكي. أنا هم الحقيقة هتكلم على ابتكارين أنا يعني تسجلوا في 119 دولة، ولكن هنركز في الفاكيوم اللي هو انتوا نشرتوه. في حالة كسور الفقرات العنقية اللي هو بيكون النموذج لو حبيتي برضو تصوريه، الفقرات العنقية عبارة عن مبنى متكون من 7 طوابق اللي هي الفقرات بنشبهه كده، وبينها الغضروف أو الديسك. في حالة الكسر الفقرات العنقية أو خلع زي الحوادث السيارات أو الحوادث الرياضية أو خلافه، بيحصل في أغلب الحالات إصابة للحبل الشوكي والأعصاب. ضروري جدا أنه يتم بسرعة تثبيت الفقرات، أو بمعنى أصح منعها من الحركة منعا أنه الحبل الشوكي يضار. من سنة 1900 لحد ما سافرت 89 سنة كان بيستخدم وما زال لحد النهاردة طريقة لتثبيت الفقرات عن طريق تركيب مسامير في بنسميها الجزء الخارجي من الجمجمة، لأن في جزء خارجي وجزء داخلي، الأوتر تيبل والإينر تيبل بنسميهم. فبيدخل المسامير دي ثم يتم شد المريض بواسطة هيلو أو هالة من طوق معدني. الشد ده بيثبت الفقرات بدرجة ما لحد ما يتنقل المصاب إلى المستشفى أو المركز المتخصص. المشكلة في هذه الطريقة أنها لابد أن بيقوم بيها حد متخصص، لابد أن يتم حلاقة الشعر تماما. طبعا فيها مخاطر كتيرة جدا، وهيخترق المسامير للجمجمة، إصابة الحبل الشوكي، المخ نفسه لأنه بيبقى داخل الجمجمة، أنه من الممكن جدا بيحصل التهاب للمسامير أو خلع ليها، ولابد بتتركب بقوة معينة وإلا تخترق الطبقة الداخلية من الجمجمة وتصل للمخ. طبعا ده كان تاني ابتكار عملته، فيعني كان عندي الحمد لله ثقة فيه انه نغير هذه الطريقة. فجاء في بالي استخدام الفاكيوم او النيجاتيف بريشر او الضغط السلبي، فالحمد لله ربنا وفقني ان ابتكرت خوذة، ودي اللي هبعت لكم صورها والفيديوهات بتاعتها. الخوذة دي عبارة عن حاجة بتركب ممكن يركبها الانسان في نفسه في محل الاصابة، وبالتالي بتعمل شد بدرجة 100%. الطرق القديمة ما ينفعش شد في مكان الحادث، لأن لابد زي ما قلنا شخص متدرب عليه وحلقة الرأس بالكامل وخلافه، بالإضافة أن من الصعب قوي حركة المريض، يعني بيفضل هتشوفي المنظر شبيه بأفلام فرانكنشتاين أنه بندخل مسامير جوه الدماغ. فأنا استغربت طبعا أنه 89 سنة ما زال بيستخدم نفس الطريقة بدون أي تغيير. كان فكرة الفاكيوم جات لي ببساطة، يعني لقيت أنه هو باستخدام آلة بسيطة جدا اللي بيرفعوا بيها الإزاز، بنقدر نرفع 7.5 كيلو من الزجاج اللي هو الألواح الزجاجية، يمكن شفتوها اللي هي بساكشن باستخدام النيجاتيف بريشر أو ساكشن. فجاء في بالي أنه طب ليه ما نستخدمش ده في الشد الهيكلي؟ إذا أنا ما غيرتش في فكرة الشد، ولكن غيرت في الأسلوب بتاعه. الطريقة اللي احنا بنستخدمها الحمد لله ميزتها أنها زي ما كتبت حضرتك في المقال كده، أنه بتتم في 20 ثانية فقط، يعني بمنتهى البساطة بدون حلاقة الشعر في مكان الحادث، وده أهم حاجة. إحنا عندنا ما يطلق عليه 20 دقيقة الذهبية في حياة الإنسان، اللي هو كثير جدا من المصابين في الحوادث أو الرياضات العنيفة أو حتى في العمليات العسكرية، بيحصل إنه هو خلال نقل المصاب من مكان الإصابة إلى المستشفى لحد ما يتركب له الجهاز اللي هو بالمسامير، كتير جدا بيكونوا ساعة الإصابة بيحركوا الأطراف بصورة سليمة جدا 100%، على ما بينقلوا 80% منهم بيفقدوا حياتهم للأسف، أو بيحصلهم شلل رباعي، بسبب أنه النقل ده في حد ذاته بيتم بطريقة استخدام الرقبة الهارد كولر أو الرقبة الصلبة البلاستيكية مع ساند رملي. هو دي الطريقة الموجودة في العالم كله. إذن هو جهاز وقائي إلى حين نقل المستشفى. الجهاز ده باستخدام الوسائل الضغط السلبي كلها سواء بالكهرباء
او باستخدام ولاعه السياره او بالشافت حتى بالفم او بجهاز الضغط زي اللي بنستخدمه في قياس الضغط بالظبط، يقدر يفضل مستمر في شد المريض 12 ساعه. المفترض طبعا في العالم كله ان هو مرحله او مده نقل المريض المصاب من مكان الاصابه للمستشفى المفترض انه يحصل في 20 دقيقه، فاحنا بالتالي عندنا كمان 12 ساعه نظرا لظروف المرور وخلافه المريض في امان تام. طب بعد ما يخلص 12 ساعه اقدر اشغله تاني حتى لو فصلنا جهاز اللي هو الكهرباء او المصدر الكهرباء اللي بيشغل فاكيوم بامب، او اللي هي الفاكيوم بامب دي حاجه صغيره قوي كده زي شفاط الكهرباء زي اللي موجود في مكان الكهرباء، يعني حاجه بسيطه جدا سهل استخدامه جدا وامان. لو الانسان المصاب ده هو سليم او راكب لوحده في السياره ممكن يركبه بنفسه، مجرد بيلبس خوذه زي اللي حضرتك هتشوفيها وبيدوس على زرار. That's it.